السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ قررنا نعمل اول تحدي على القناة بين كشري مطبخ الشربات وكشري مطبخ بنت الشربات. تفتكروا بقى مين هيفوز في التحدي؟ التحدي شرس وقوي جدا بين مطبخ الشربات اللي بتعمل بطريقة مختلفة خالص وبيبقى طبعا طعمه تحفة جدا، وبين مطبخ بنت الشربات. فقولولنا بقى لو حابين ان احنا ننزل بتحدي زي ده، قولولنا في التعليقات واعملولنا لايكات وسبسكرايب وشاركونا رأيكم. هسيبكم بقى مع مطبخ الشربات ومطبخ بنت الشربات، وانتوا شوفوا الفرق. وجبة كشري زي ما احنا بنقول ببركة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادي الكشري، العدس والرز مع بعض، والمكرونة اتنين نوعين مع بعض، وعندنا الحمص ببركة بسم الله، والبصل اللي احنا محمصينه ما شاء الله ما شاء الله، عشان كده كنت بقول لكم احنا بنحمص بصل كتير زي ما انتوا شايفين. وادي الدقة البيضة اللي هي بالثوم بس والملح والبهارات، وادي الدقة الحمراء اللي هي فيها الطماطم وفيها الشطة وجميع البهارات، ومعانا برضو بسم الله ما شاء الله صلصة الطماطم من نفس الصلصة، برضو عارفين شوية لوحديهم، اللي يعوز يزود صلصة خاصة بيه. طبق كشري بالهنا والشفا ببركة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا رب اجعله بالهنا والشفاء. بالنسبة بقى المطبخ بنت الشربات، فهو أنا حبيت أوريكو، يعني بغريكو شوية عشان تقولولي من اللي هفوز. يعني أول حاجة بنحط المكرونة طبقات، تمام، وبعد كده بنحط الرز. طبعا الكشري بيتحط بيتعمل حلة المكرونة، حلة للرز، حلة للعدس. في ناس بتاكله كده وناس بتاكله كله في حلة واحدة اللي هي الرز على العدس، تمام. والطبقات معروفة بقى، مكرونة وعدس ورز وبصل. طبعا لازم الدقة ولازم الصلصة، الصلصة كتير والدقة كتير والبصل كتير. وللأسف مطبخ بنت الشربات ما كانش فيه حمص، فطبعا دي تفوز فيها مطبخ الشربات. فقولولنا بقى لو حابين ان احنا نعمل ننزل لكم الطريقتين، قولولنا واحنا ننزلها ان شاء الله بإذن الله. ويا رب التحدي يعجبكم، وتقولولنا رأيكم في التعليقات، ومتنسوش تعملولنا لايكات وتشتركوا. وبس كده، نشوفكم في الفيديوهات إن شاء الله بإذن الله.